الخبر فهذا اليوم الجورنال فيغ جابوا عنوان البنزرتي سعيد بعودته للرجاء وأتطلع إلى تحسين أداء اللاعبين وتحقيق النتائج الإيجابية. وعبر الإطار التونسي فوزي البنزرتي مدرب فريق الرجاء على سعادته البالغة بعودته للفريق الأخضر من أجل إشراف على عرضته التقنية خلال المرحلة المقبلة. وقال البنزرتي في الندوة الصحفية للفريق الأخضر اللي تقامت أمس الاثنين بهدف تقديم طاقم التقني والوفي ديال الجدد انه سعيد جدا بوجوده في المغرب حيث هو بلد عزيز، وشدد على انه تلقى عروض كثيره غير ان عزيز البدراوي قنعه بالتعاقد معه. وضاف المتحدث نفسه انه التحق بفريق الرجاء قبل انطلاق كاس العالم للانديه سنه 2013 وحقق معه نتائج وصفها بمعجزه بعد ما لعب النهائي امام بايرن ميونخ الالماني، وبرز ان هدفه الاساسي مع الفريق كيتمثل في تحسين اداء اللاعبين وتحقيق النتائج الايجابيه. حمزة مجاهد سعيد بعودتي لفريقي السابق وحمل قميص الرجاء شرف كبير لي. وعبر حمزة مجاهد لاعب فريق الرجاء الرياضي الجديد على سعادته بعودته لفريقه السابق وبدأ أماله في تقديم كل ما في جعباته، وأكد أن الجميع كيحلم بحمل قميص فريق الرجاء. وقال مجاهد تصريحه خلال الندوة الصحفية ديال الأمس أنه جد مسرور لعودته للرجاء وشكر رئيس النادي واللجنة التقنية اللي وضعت فيه الثقة. وزاد مجاهد كنتمنى انني نكون عند حسن ظن الجميع ونقدم الاضافه وكل ما في جعباتي لتحقيق ما كنتمنى. الكل كيحلم بحمل قميص فريق الرجاء وهذا شرف كبير ليا. اللاعب مجاهد اللي كيشغل مركز متوسط الميدان انتقل صوب فريق الرجاء في صفقه انتقال حر عقب انتهاء عقده مع فريق الجيش الملكي اللي جاوروا 3 مواسم رياضيه. بولكسوت الرجاء فريق كبير يلعب على الألقاب وأتمنى أن أكون في المستوى وأسعد جماهيره. وديما مع تصريحات ديال لاعبي الجدد الفريق الرجاء الرياضي عبر محمد بولكسوت على سعادته بانتقال الفريق الأخضر وأكد أن الرجاء معروف عند الجميع وكيملك قاعدة جماهيرية كبيرة وديما ما كينافس على الألقاب. وقال بولكسوت تصريحه خلال الندوة الإعلامية اللي عقدها فريق الرجاء بالأمس كنشكر أعضاء اللجنة التقنية وعزيز البدراوي على الثقة ديالهم فيا. وضاف الرجاء فريق كبير كيعرفوا الجميع وكيملك قاعدة جماهيرية كبيرة وكيلعب على الألقاب. كنتمنى أنني نكون عند المستوى المطلوب ونسعد الجماهير الرجاوية. يشال أن اللاعب بولكسوت البالغ من العمر 23 سنة عزز كتيبة الرجاء في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع شباب محمدية متى الموسم المنقضي. عزيز البدراوي نجدد اهتمامنا بالبحيري والمفاوضات ما زالت قائمة مع الزنيتي. وفي تفاصيل الخبر جدد فريق الرجاء الرياضي اهتماماته بضم ياسين البحيري لاعب مولودي وجدة خلال الميركاتو الصيفي الجاري. وقال البدراوي في المؤتمر الصحفي اللي عقده الفريق الأخضر أمس الاثنين أن فريق الرجاء كيجدد رغبته في التعاقد مع ياسين البحيري. وقال البدراوي أنه هو أول واحد قدم عرض رسمي لفريق مولودي وجدة في شخص رئيسه هوار، غير أن هذا الأخير أخل بوعده بالالتقاء بالبدراوي في مناسبة قبل من سحب رئيس الرجاء من الصفقة بعد ما علم أنه هو باغي يبيع عقد اللاعب البحيري للغريم التقليدي. واستدرك البدراوي حديثه بالقول أن فريق الرجاء رجع وجدد المفاوضات مع البحيري بعد ما أصر الأخير على الانتقال للفريق الأخضر وكذلك تشبت الجمهور الرجاوي باللاعب. وضاف المتحدث نفسه من جهة أخرى فالمفاوضات مازال مستمرة مع حارس المرمى أنس الزنيتي بهدف تمديد عقده المنتهي متى الموسم الرياضي المنقاضي. البدراوي ينهي الجدل ويكشف مصير متولي مع الرجاء. وكشف رئيس فريق الرجاء الرياضي عزيز البدراوي على مستقبل محسن متولي مع النصر الخضر قبل انطلاق منافسات الموسم الرياضي المقبل. وقال البدراوي في نظري مشوار محسن متولي مع الفريق انتهى، اقترحت اننا نخصوا ليه تكريم كبير بحكم انه قدم الكثير لفريق الرجاء، كما اقترحت ايضا انني نتكلف مصاريف تكوينه الرياضي خارج الرجاء. ووضح عزيز البدراوي ان الفريق الاخضر غيحسم صفقات جديده خلال ايام قليله المقبله، واكد ان المفاوضات مع اللاعبين كتسم بنوع من السريه خوفا من ضياع الصفقات. عزيز البدراوي يكشف سرا حول صفقة زكريا حدراف. وفي تفاصيل الخبر تحدث عزيز البدراوي على عودة زكريا حدراف النادي الأخضر خلال الميركاتو الصيفي الجاري مجددا. وقال البدراوي في ندوة صحفية ديال الأمس زكريا جا لوحده بدون أي وكيل ووقع الكونترا بدون ما يطلع عليها. وضاف البدراوي حدراف قال لي أنا جاي عند الرجال وراجع للزاوية وأنا جاي للراجل لعب وعندي فيكم الثقة الكاملة، سينا الكونترا بلا ما يقراها وقلب الورقة. واختتم البدراوي حديثه بالقول أنا في حاجة بحال هاد اللاعبين اللي كيتوفروا على وبإمكانيات جيدة، والدليل على ذلك هي إحصائيات حدراف الموسم الماضي بعد ما ساهم بشكل كبير في بقاء الدفاع الجديد في القسم الأول.
البدراوي يفاجئ انصار الرجاء ويكشف صفقة مهاجم ايفواري. وفاجأ عزيز البدراوي رئيس فريق الرجاء انصار وجماهير الفريق الاخضر، واكد بشكل رسمي انه كيفاوض اللاعب الفرنسي الايفواري يايا سانوغو للتعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي الجاري. وتفاعل البدراوي مع احد انصار فريق الرجاء من يطرح عليه سؤال حول حقيقة مفاوضاته مع لاعب ارسنال السابق، واكد رئيس الفريق الاخضر انه فعلا في مفاوضات متقدمة مع اللاعب يايا سانوغو، وكان صحفي مقرب من باريس سان جيرمان وكيشتغل في مواقع اجنبية متعددة. ووضح في وقت سابق ان سانوغو ما كيرتبطش حاليا باي فريق، والرجاء دخل معاه في مفاوضات جاده من اجل ضمه في الميركاتو الصيفي الحالي. ووفق نفس المصدر فسانوغو في حاله نجاح المفاوضات بينه وبين الرجاء فغيوقع لمده موسمين رياضيين. وكيشغل سانوغو صحيح 29 سنه مركز مهاجم ولعب في العديد من الانديه ابرزها ارسنال الانجليزي، تولوز الفرنسي، اجاكس امستردام الهولندي، وتشارلتون الانجليزي. الحسين عموتة يستدعي لاعبي الرجاء الى المشاركه في دوري النمسا. وفي تفاصيل الخبر، وجه الحسين عموتة مدرب المنتخب الوطني المحلي دعوه 19 لاعب تحسبا للمشاركه في الدوري الدولي بالنمسا خلال الفتره الممتده ما بين 17 و27 غشت الحالي. ودخل المنتخب الوطني اللاعبين المحليين في الفتره الممتده ما بين فاتح و6 غشت الحالي تجمع اعدادي مغلق بمركب محمد السادس بمعموره قبل السفر للنمسا. وفيما يلي لاحد المنتخب الوطني المحلي حميد احداد، مروان الهدودي، اسماعيل خافي، محمد الناهري، انس نيتي، عبد الاله مذكور، ادم نفاتي، ايوب الكرد، محمد زريده، علاء الدين اجراي، محمد الشيبي، محمد ربيع حريمات، ياسين البحيري، احمد حمودان، حمزه المودن، عبد الحق السال، مهدي مفتاح، هشام المجد، ويوسف بن العمري. يشار ان لاعبي فريق الرجاء اللي استدعاهم عموته ما غيكونوش متاحين بنظرتي حاليا الا بعد انتهائهم من الدوري النمسا، الا بعد انتهائهم من خوض الدوري النمسا. كان هذا اخر خبر رجوي في هذا اليوم جورنال فير، في امان الله ونتلاقاو في اخبار رجوي جديده ان شاء الله. الى بان لكم العمل ديالنا كيستاهل تشجيع، ما تنساوش الاشتراك في القناه والاعجاب بالفيديو وتخليو شي تعليق فيه ارائكم تشجيعاتكم وحتى انتقاداتكم لبنا.